الفساد يعني قالت السيدة زنقنة قالت بأنه خرق أمني. لا هذا مو خرق أمني، من يفوت تليفون مو خرق أمني، من يصير حالات داخل السجون هذا مو خرق أمني، هذا فساد إداري. لا شو السم؟ فساد إداري هذا. فساد إداري. فساد إداري داخل المؤسسات العدلية واللي هي السجون. أكو فساد إداري بلا ما يوقف وراء ظهر. ما لا. هو اسمه فساد إداري. الفساد الإداري تقف خلف إيش؟ جهات إدارية. هنا يجب أن تكون الجهات الرقابية سواء كانت البرلمان أو الادعاء العام أو الوزارة نفسها. شكد نسبته بالسجون؟ عالية جدا. شكد؟ عالية. يعني عالية. نقول 80% عالية، 70%، عالية. 60%. هي كل عالية فوق 50. زين أخطر حالاته، أخطر حالاته اللي هي مثل الكانسر طبعاً، مثل السرطان. طبعاً أخطر حالات اللي بالسجون هي الهروب وبسبب الفساد، لأن يعني ماكو هروب بدون فساد، والحمد لله الآن هذا الموضوع يعني تقريباً مسيطر عليه. زين. القدرة الأمنية عالية. جيد. إضافة إلى ذلك استغلال تنفيذ القانون والفقرات المتعلقة بمعيشة وحياة المعتقل أو المحكوم أو المدان داخل المعتقل أو داخل السجن لأغراض مالية. بس مالية؟ هو الأساس يتحدث عن المالية. زين، يعني ماكو غير المالية، فقط مالية. لا لا، هو أكل شيء أكل، بس احنا نتحدث عن هو المالية. هو عقب الأخلاق يا أستاذ زياد. نتحدث عن المالية يا مال بعد يا مال. احنا دا نحكي عقب الأخلاق، احنا دا تردنا معلومات كارثية من داخل السجن. طبعا معلومات يعني مخيفة، مخيفة في كل المعتقلات، هذا شيء موجود يعني. وأنا قلت لحضرتك بأنه هذا موثق بمنظمات دولية.